سنن أبي داود كتاب الأدب. احنا الحمد لله على مشارف الانتهاء من كتاب الأدب بفضل الله وطويل جدا، والله يمن علينا نحن على مشارف الانتهاء منه. باب في حق المملوك، باب في حق المملوك. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا زهير ابن حرب وعثمان بن أبي شيبة. زهير بن حرب أبو خيثمة من ثقات الأثبات رواه له الجماعة، وعثمان بن مخلوم بعثمان، عثمان بن أبي شيبة أخو بكر بن أبي شيبة وهو من الثقات لم يصح ما قيل فيه. قال: حدثنا محمد، محمد بن الفضيل بن غزوان من ثقات الأثبات رواه له الجماعة. قال: عن المغيرة، والمغيرة وابن المقسم، ابن مقسم الضبي مولاهم الكوفي الأعمى وهو من الثقات. قال ابن معين وغيره: ثقة مأمون. عن أم موسى سرية علي بن أبي طالب اسمها فاختة وهي كوفية. قال الدارقطني: حديثه مستقيم، يكتب حديثه اعتباره. أما العجل فقال: كوفية تابعية ثقة، وهي سرية علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. قالت: كان آخر كلامي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه ابن عم رسول الله وخاتم رسول الله وزوج فاطمة سيدة نساء العالمين وأبو الحسن والحسين سيدة شباب أهل الجنة. قال: كان آخر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة الصلاة، اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم. يعني آخر وصية وصى بها النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة الصلاة، اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم. وقال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا عثمان بن أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة من الثقات الأثبات رواه له الجماعة. قال: حدثني جرير، جرير بن عبد الحميد الضبي وهو من الثقات الأثبات، عن الأعمش من أساطير المحدثين إذا قال أخبرنا حدثنا فعد عليه بالنواجذ. عن المعرور ابن سويد، عن المعرور ابن سويد، والمعرور ابن سويد أبو أمية الأزدي الكوفي. قال ابن معين: ثقة. قال أبو حاتم: ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات. قال: رأيت أبا ذر بالربذة وعليه برد غليظ وعلى غلام مثله. قال: فقال القوم: يا أبا ذر، لو كنت أخذت الذي على غلامك فجعلته مع هذا فكانت حلة، وكسوت غلامك ثوبا غيره. قال: فقال أبو ذر: إني كنت سببت رجلا وكانت أمه أعجمية فعيرته بأمه فشكاني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: يا أبا ذر، إنك امرؤ فيك جاهلي. قال: إنهم إخوانكم فضلكم الله عليهم، فمن لم يلائمكم فبيعوه ولا تعذبوا خلق الله. وهذه أداب من جملة الأداب التي يتأدب بها المسلم برحمة من الله جل في علاه وبخلق إنساني في التعامل مع الآخرين وإن كانت قد تفاوتت المنازل. أما حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه بينا بأن آخر ما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم هو الصلاة، ولأن الصلاة محل، ولأن الصلاة محلها من الدين أعظم ما يكون. قال الله جل في علاه: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقال: أقموا الصلاة لذكري لا عليكم. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، وفي رواية: فقد وتر أهله. الغرض المقصود بأن الوصية بالصلاة ليس متعجبا منها، لأن الصلاة أعظم أركان الدين بعد الشهادتين. ولذلك قد قال بعض العلماء: من ترك الصلاة فقد كفر.
ونقلوا عن ذلك اتفاق الصحابة على هذا. والمسألة خلافية بين العلماء على أقوال ثلاثة. قول جماهير السلف والخلف بأنه يفسق بذلك إلا إن جحد، فالإجماع أن الكفر بجحوده وإن صلّى. والقول الثاني قول الحنابلة بأنه يكفر، واختلفوا فيما بينهم، يكفر بصلاة، بخمس صلوات، بثلاث صلوات، على خلاف. والقول الوسط وندين الله به بأن تارك الصلاة إن تركها من يوم أن ولد إلى أن مات فهذا يكفر، لأنه ليس بمسلم، كما قال ابن تيمية: لا يمكن للإنسان أن يعلم بأن الله جل في علاه افترض عليه خمس صلوات في اليوم والليلة ثم ويعلم أنه سيقف بين يديه ويسأله عن كل شيء ثم مع ذلك لا يفعل، ولا يصلي لله سجدة واحدة، ولا يطوف طوفة، ولا يتصدق بصدقة، هذا فعله كذب زعمه. لذلك قال: الصلاة الصلاة، والمعنى إلزموا الصلاة فإنها أعظم أركان الدين. لذلك قال النبي: أول ما يحاسب عليه المرء الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. وفي رواية قال: فإن صلحت أفلح ونجح، وإن فسدت خاب وخسر. نعم. فقال: إلزموا الصلاة الصلاة. وأنت تعلم أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا أحرص الناس على الصلاة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الذين تخلفوا عن الجمعة والجماعات، قال: لأحرقن عليهم بيوتهم. وابن مسعود قال: كان أحدنا يتهادى بين رجلين حتى يأتي الجماعة، ولا يتخلف عنها إلا منافق عليم النفاق. قال: واتقوا الله فيما ملكت أيمانكم. فيوصيهم أيضا بتقوى الله في على ملك اليمين، وأن يتقي الله في ملك اليمين، وأن يحسن القول والعمل معهم، وأن يرفق بهم، وأن لا يحملهم فوق طاقتهم. ومن الأدام أنه قال: إذا جاءك بالطعام فإما أن يجلس فيأكل معك، وإما أن تعطيه اللقمة أو اللقمتين، وإما أن تعطيه اللقمة أو اللقمتين. لذلك قال: واتقوا الله فيما ملكت أيمانكم. وهذا أمر بالإحسان إلى الرقيق والتخفيف عنهم، وأيضا أداء الحقوق عنهم، بل ومساعدتهم، الأمر بمساعدتهم في العتق، وكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. فهذا من باب الرفق بهم، ولأنه لا يكون سخرة لك وأنت تتعامل معهم معاملة الجاهلية، وأنت تكون بهذه المعاملة سبيلا إلى الكبر والتكبر والتجبر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وأما في الحديث الثاني ففيه جمل. الجملة الأولى: فضل أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه، بأن أبا ذر لبس بردا غليظا وهو على شقين، جعل الشق الأول عليه والشق الثاني أعطاه للرقيق يلبسه. فقالوا له: لو أخذت ما على غلامك وأعطيته غيره كان لك حلة. والحلة هي الرداء، الإزار والرداء، هي الإزار والرداء. وكأن أبا ذر أراد أن يحسن الرقيق فيلبسه مما لبس، وإن كان هذا يعتبر شيء من إفساد المال له، لأن حلة قد قسمها نصفين، أعطى النصف للرقيق وأعطى النصف الثاني لنفسه، ولذلك عاتبوه. لكنه أجابهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنهم إخوانكم فضلكم الله عليهم، فمن لم يلائمكم فبيعوه، ولا تعذبوا خلق الله جل في علاه. المسألة الثانية، وهذا من حسن خلق أبي ذر، المسألة الثانية بأنه لما قال لبلال: يا ابن السوداء، عيره بأمه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: عيرته بأمه، إنك امرؤ فيك جاهلي. فيها دلالة على مسألة يعتقدها أهل السنة والجماعة، وهي اجتماع الإيمان وضد في المؤمن، أو اجتماع الإخلاص والنفاق، أو اجتماع الرياء والإخلاص
في المؤمن قد يجتمع فيه معصية وطاعة، يجتمع فيه نفاق وإيمان، لكن النفاق الذي لا يخرج من الملة، يجتمع فيه إخلاص ورياء، والرياء الذي لا يخرج من الملة، قد يجتمع في المؤمن لتنظر له بالنظرين، تمقت فيه الرياء وتحب فيه التوحيد وتحب فيه الصلاة والزكاة، فهو قد يكون مطيعا عاصيا، فعند المعصية تبغضها وعند الطاعة تحبه فيها ولها. وقال النبي لأبي ذر: إنك امرؤ فيك جاهلي. وهذا ردا رادعا على الخوارج الذين يكفرون بالمعصية، وردا رادعا أيضا على المرجئة الذين يرون بأن المعصية لا تضر. فالصحيح الراجح بأن المؤمن قد يجتمع فيه طاعة ومعصية، ويجتمع فيه إخلاص، ويجتمع فيه أيضا رياء. وهذا كما قلت الإيمان يتبعض خلافا للمرجئة وللخوارج، خلافا للمرجئة والخوارج. الخوارج لا يرونه يتبعض، إما أن يبقى كله أو يذهب كله، والمرجئة لا يرونه يتبعض، قالوا ولا يضر معصية مع الإيمان، مع الإيمان. ومن فضل أبي ذر أنه انتصع بنصيحة النبي صلى الله عليه وسلم، ولما قال له إنك امرؤ فيك جاهلية قام فوضع خده على التراب وقال لبلال: فالتطأ برجلك على خد. ولذلك أحسن المعاملة مع الرقيق، لا سيما بأمر النبي: إخوانكم فضلكم الله عليه، يعني فضلكم في الدنيا، وإلا فالتفضيل عند الله ليس بالمقامات ولا الوجهات ولا الأموال، بل بالتقوى والطاعة. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولذلك قال: لا فضل العربين على عجمين إلا بالتقوى. قال: فضلكم الله عليهم، يعني في الدنيا، فمن لم يلائمكم فبيعوه، يعني الذي لا يوافقك في سمات شخصيته في التعاون معك، في التعامل رأيت منه شيئا تكرهه فبيعه، لكن لا تسيء إليه، فبيعه ولا تسيء إليه. رأيت كيف حتى ولو أخطأت في حقه أمرك الشرع استحبابا ألا تسرب، كما فعل يوسف عليه السلام عندما قالوا: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال: لا تسريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم. وقال النبي عن المرأة إذا زنت، الأمة إذا زنت، قال: فليقم عليها الحد ولا يسرب. لذلك قال: إن كان لا يلائمك في شخصيته في عمله فبيعه، بيعه ولا تسيء إليه، ولا تعذبوا خلق الله. الفوائد المستنبطة: خطر الصلاة، الأمر بالإحسان، ليس النبي الذي لم يزل لكن الذي إذا رجع يرجع، كما رجع أبو ذر واستعتب وذهب واستسمح بلالا. الحكمة في تفاوت الناس في الدنيا من مال ووجاهة وسلطان، والله حكيم، ولأن هذا الاختلاف يخرج مكامن القلوب. الفائدة الأخيرة: حرمة إهانة المسلم، حرمة إهانة المسلم، أعوذ بالله أن نساعد في ذلك أو أن نفعل ذلك ابتداء. الفوائد كده خمسة أعتقد، لو في أسئلة تفضلوا. نعم، في أسئلة؟ سؤالي فضلا، أين سؤالك؟ في النهاية أكره الفاسق فضلا أن الفاسق يقر بنفسه أنه فاسق ويمتنع عنه لقراءة التحريمية بالنسبة له. لا، هو الحق أن نقول من اشتهر بفسقه، يعني هو نراه قد جاهر بالمعصية الكبيرة، جاهر بالكبيرة
فاتهم بالفسق، فإن وجد شيئا يمنعه القاضي من التقاطه. نعم. فإن كانت مهيئة، المهيئة معناها المناوبة، معناها المناوبة، ولذلك قالوا بالتعريف إن أذن له فأكون بالتعريف منه والتعريف أيضا من سيده. نعم. هل هناك أسئلة أخرى؟ طيب نذهب إلى سنن الترمذي. نعم، سنن الترمذي كتاب تفسير القرآن، نسأل الله أن ييسر لنا إتمامه. قال حدثنا عبد بن حميد، هو الذي جمع وصنف من الثقات الأثبات رواه له الجماعة، قال حدثنا عبيد الله بن موسى أبو محمد مولاهم الكوفي قال قال ابن معين ثقة، قال الدارمي ثقة، وأيضا أبو حاتم الرازي قال صدوق ثقة حسن الحديث. قال عن إسرائيل، إسرائيل هنا هو إسرائيل بن يونس، ده أوثق الناس في أبي إسحاق الهمداني السبيعي الكوفي. وإسرائيل من الثقات. نعم. لكن ضعفه ابن المديني ولا يؤخذ بقوله. أبو حاتم الرازي قال ثقة متقن من أتقن أصحاب أبي إسحاق، وهذه ليس بعدها تعديل. أحسنتم. قال عن منصور، ومنصور هنا ابن المعتمر ثقة ثبت رواه له جماعة، عن سالم بن أبي الجعد، وسالم بن أبي الجعد الأشجعي مولاه الكوفي قال ابن معين ثقة، وقال غيره ثقة، وهو من الثقات. عن ثوبان، ثوبان أبو عبد الرحمن مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكره ابن حبان في طبقات الصحابة، قال لما نزلت والذين يكنزون الذهب والفضة قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فقال بعض أصحابه أنزلت في الذهب والفضة، لو علمنا أي المال خير فلاتخذه، فقال أفضل لسان ذاكر وقلب شاكر وزوجة مؤمنة تعينه على إيمانه. وهذا حديث حسن كما قال الترمذي، قال سألت محمد بن إسماعيل فقلت له سالم بن أبي الجعد فقال سمع من ثوبان فقال لا، فقلت له ممن سمع من أصحاب محمد؟ قال جابر وأنس، وذكر غير واحد. والحديث برمته جاء من طرق فهو صحيح، والحديث فيه مسائل، هو تفسير لقول الله جل وعلا والذين يكنزون الذهب والفضة. المسألة الأولى احتج الفقهاء بعموم قول الله جل وعلا والذين يكنزون الذهب والفضة، قال العلماء هذه دلالة على وجوب، لأنه قال والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها، على وجوب الزكاة في الحلي لأنها من الذهب والفضة، وعلى وجوب الزكاة في عروض التجارة. أما في الحلي فقد بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما أنزل الله هذه الآيات، جاءت أم سلمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله عندي ذهب أتحلى به لك، هو من الكنز؟ لأن الله هدد بذلك، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. فقال لها ما أديت زكاته فليس بكنز، ما أديت زكاته فليس بكنز. إذا يستدل بهذه الآية على وجوب زكاة الذهب والفضة، يستدل بهذه الآية على وجوب زكاة الذهب والفضة. المسألة الثانية بأن الصحابة الكرام وكانوا في أسفار مع رسول الله، فلما أنزل الله هذه الآيات والذين يكنزون الذهب والفضة
فقالوا يا رسول الله ما خير المال الذي نتخذه؟ وهذا سؤال للنبي صلى الله عليه وسلم ليس محض الدنيا، لكن أرادوا أن يعلموا أي مال خير يكون فيه البركة نتاجر به نستفيد منه أيضا نستعين به على هذه الدنيا، أي مال خير؟ فقال النبي وكأنها من جواب الحكيم، لأنه أجاب بإجابة عامة، قال خير الخير في هذه الدنيا، قال أفضله لسان الذاكر، بأن الله إذا لأن هنا هذا رزق وهذا رزق، والرزق رزقان، رزق أبدان ورزق قلوب، وهم سألوا عن رزق الأبدان فلما أجابهم عن رزق القلوب، لأن برزق القلوب تتأتى أرزاق الأبدان، لأن برزق القلوب تتأتى أرزاق الأبدان. أما رأيت قول الله جل في علاه، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات، وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبارك له في رزقه أو ينسأ له في عمره فليصل رحمه. فرزق القلوب سبيل ووسيلة إلى رزق الأبدان، لذلك قال لسان ذاكر، والذكر أفضل الطاعات، قال الله جل في علاه مادحا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ناصحا اجعل لسانك راطبا بذكر الله، اجعل لسانك راطبا بذكر الله. ولو لم يكن من فضل الذكر إلا المعية بأن تستجلب معية الله لكفى، معية التوفيق والذكر والثناء الحسن. قال أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتان. فالذكر يستجلب المعية ويستجلب الثناء الحسن. قال من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. لذلك قال لسان ذاكر، قال وقلب شاكر، الله أكبر، على تلازم الظاهر والباطن. قال لسان ذاكر وقلب شاكر، يعني قلب يقر بنعائم الله، يقر بعطاء الله، يقر بمنح الله له فيشكر. والقلب الشاكر هو القلب الشاكر هو القلب الذي يقر بأن المنعم هو الله، فيتحرك خضوعا وتوكلا ويقينا وتصديقا، فتتحرك تبعا له الجوارح. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. وانظر هنا عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم قلب شاكر، دلالة واضحة جدا على أن الركيزة هو في شكر القلب، لأن شكر القلب لا يكون إلا بعد إقراره وبعد عباداته، والشكر من أجل العبادات التي يحبها الله جل في علاه. لذلك مدح إبراهيم ومدح نوحا ومدح محمدا بالشكر، إنه كان عبدا شكورا شاكرا لأنعمه. وقلب شاكر وزوجة مؤمنة تعين على إيمانه، وهذه خير متاع الدنيا، كما قال النبي صريحا الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. صلى الله يرزق الجميع المرأة الصالحة التي تعين وتدفع وتقوي على أهدافه التي يعيش لها. قال وزوجة مؤمنة. ولذلك لما دخل سعيد بن المسيب على ابنته وهي تقرأ قول الله جل في علاه لما أتنا في الدنيا حسنة، تقرأ ومن الناس من يقول ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، قالت أما حسنة الآخرة فقد علمناها، فما حسنة الدنيا؟ فقال المرأة الصالحة للرجل الصالح. ولذلك كان ابن عمر يقرأ هذه الآيات عندما يرى القصور التي يلتفت انتباهه لها، فيقرأ قول الله جل في علاه
ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها أهلك. لذلك فإن المرأة الصالحة خير معين للرجل، ووراء كل عظيم امرأة كلمة فصيحة بليغة صحيحة على الحق. فالمرأة الصالحة بركة في البيت وخارج البيت، معينة لصاحبها على كل خير. لذلك قال وزوجة مؤمنة تعين على إيمان. لذلك قال النبي الشؤم في ثلاث وذكر في الزوجة. طبعا الشؤم في ثلاث يعني معنى ذلك لو كان شؤم ففي ثلاث، منها المرأة الطالحة، لأن المرأة الطالحة لا تعبأ إلا بالدنيا ولا ترضى إلا بالدنيا ولا تأمر إلا للدنيا ولا تضحك ولا تسر إلا بالدنيا ولا تبكي إلا لفوات الدنيا. فتعيش مع الرجل على أنه جلاب للدنيا فيجلب الدنيا من حيث لا يهمه، هل من طريق حق أم من طريق باطل، هل من حل أم من حرمة. نعوذ بالله من مثل هذه المرأة. فإن أراد طاعتها فلا يجد، فإن أراد إعانتها فلا يجد، فإن أراد مواساتها لا يجد. فبئس المرأة هي، ونعم المرأة الصالحة التي تعينه على الطاعة على الذكر على الصلاة على الدنيا التي يعيش فيها حتى يبلغ هدفه. اللهم ارزق الجميع الزوجات الصالحات التي يعن الأزواج على طاعة الله جل في علاه. قال وزوجة مؤمنة تعين على إيمانه. اللهم ارزقنا. الفوائد المستنبطة: السنة خير بيان للقرآن، السنة خير بيان للقرآن. فضل أعمال القلوب خير متاع الدنيا المرأة الصالحة. لو في أسئلة تفضلوا، ونختم بسنن ابن ماجه. اللهم أعيننا يا رب، اللهم أعيننا. بشار قال في قولي تعين على إيماني دول إيماني. ممتاز ممتاز، جزية الجنة. نعم صحيح، نعم هذه فيها دلالة على زيادة الإيمان ونقصان الإيمان عندما قال تعين على إيمانه. نسأل الله تعالى أن يتقبل الله منك هذا. صراحة هذه مسألة كان يجب أن نفردها بالكلام عليها، لكن قد شرحنا ذلك طويلا قبل هذا. بوركتي وفقك الله لكل خير وبر، وادعونا بالله عليك. لكن علي لو استطعت أن تؤخري حتى نختم الدرس وتختميه معنا أولى لك. هؤلاء القوم لا يشقى بهم جلسون. نعم. أمين ربنا. جزيت الجنة أستاذ عمر، أحسن الله إليك.